لا ما في فيش الحمد لله أنا مركزة في شغلي ابني حياتي الحمد لله. يعني في إن شاء الله أوديو جديد هينزل إن شاء الله ممكن آخر الشهر ده أو بداية الشهر الجديد، وربنا يا رب يعني يكرمه وتعجب الناس إن شاء الله. بحب الغنى المغربي، ممكن أفكر أعمل حاجة ليكم إن شاء الله. بشكر كل جمهوري وبشكر كل اللي بيتابعوني وأنا بحبكم جدا وبحب كل جمهور المغرب وأنتوا إخواتنا وحبايبنا واللي بيساعدكم بيساعدنا وبشكركم جدا جدا.